الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وأجرى الأمور على ما يشاء سبحانه حكمة منه وتدبيرا. أحمده تعالى وأشكره، لم يزل بعباده لطيفا خبيرا. وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وكفى به عليا نصيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، به المعتصم واليه الملتجا وعليه التوكل، وكان الله على كل شيء قديرا. واشهد ان نبينا محمدا بعده فإن يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعلام الهدى ومصابيح الدجى ومن بهداه اهتدى ومن سار على نهجه واقتفى وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا ايها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى وحققوا ايمانكم بربكم والتوكل عليه وتفويض الامور كلها اليه، يحقق لكم ما وعدكم من خير الدنيا والاخره. اخوه الايمان، يعيش المؤمن في هذه الحياه رغم امتلاكها ومغرياتها قريرا عين هذه البلد، مطمئن النفس سليم القلب، مرتاح الضمير عالي الهمه،
نقي السيرة صافي السريرة. لا يعرف الوهم إلى نفسه سبيلا، ولا يجد الهدف إليه مدخلا وطريقا. يواجه أعباء الحياة بقوة الإيمان وثبات الإيمان، لأنه متوكل على ربه ومولاه، مؤمن بقضاء الله وقدره، يعني أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. شعاره قول الحق تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حياة الواثق بنصر الله، المطمئن بوعد الله، المستقيم على منهج الله، الراضي بقضاء الله. لا يستسلم للشبهات والأوهام، ولا يغرق في مقولات أهل الخير والإجرام. يعلم باليقين أن المتصرف في الأمر واحد، أن المتصرف في الأمر إله واحد، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو سبحانه بيده يتمة الامور، يخفض ويرفع، يصل ويقطع، يفرق ويجمع، يغني ويقري، يضحك ويلقي، يضحك ويبكي، يميت ويحيي. لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، لا معقب لحكمه ولا ضارب لامره، لا اله غيره ولا رب سواه. بهذه العقيده يجب أن يواجه المسلم جميع المخالفات والمنكرات، ويثبت أمامه سبل التجاوزات والصلالات والضلالات. روى الترمذي وغيره في وصية المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لأمته ممثلة في ابن عمه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعت، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيا لها من وصايا عظيمة وقواعد كلية. إخوة الإيمان، التوكل على الله مقام عظيم جليل القدر كبير الأثر، أمر الله عباده وحثهم عليه وندبهم إليه في مواضع كثيرة في كتابه
فقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وامر به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال عن رسله عليهم الصلاه والتسليم: وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وجعله سبحانه من مقتضيات الايمان، فقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. كما جعله سبحانه سببا لنيل محبه ورضاه، فقال جل وعلا: فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. فيا له من مقام عظيم يحظي صاحبه بمحبة الرحمن ويتحقق به كمال الإيمان. أحبتي في الله، فقد جعل الله التوكل عليه شعارا لأهل الإيمان يتميزون به عمن سواهم، فقال في صفاتهم: وعلى ربهم يتوكلون. وضمن سبحانه وتعالى لمن توكل عليه كفاية لما أهمه والقيام بأمره وإصلاح شأنه، فقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر رضي الله عنه وقال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. روى الإمام أحمد وغيره رضي الله عنه وقال ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الإيمان، والنصف الثاني من الإنابة. وقد وعد الله المتوكلين عليه أجرا عظيما والثواب الجزيل. أحبتي في الله، إن التوكل على الله وحده وتفويض الأمور إليه دون غيره واعتقاد أنه واحد مالك النفع والضر دون سواه، والبعد عن التطير والتشاؤم، امور يجب على المسلم ان يعتقدها دينا لله الواحد القهار لا يشركه فيها احدا، لا يشركه فيها احدا من الخلق. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأجرنا بمنه وكرمه ورحمته من العذاب الأليم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اخوه العقيده، لقد عز الله بهذا الدين، لقد عز الله هذه الامه بهذا الدين عقيده وشريعه، وجعلها متميزه بثوابتها ومبادئها، والغى جميع مسالك الجاهليه وما تتعلق به من اوهام وضلالات. وانه لما فرط بعض المسلمون حداهم الله في عقيدتهم وضعف عندهم جانب التوكل، اصبحت تلمس كثيرا من المظاهر المخالفه لعقيده صحيحه، حتى نسي بعضهم خالقه وبائله، وتعلقوا بأضرار من الأوهام الباطلة. فهذا يتعلق بالمطالب ويرتب عليها نصيبه وحظه، ويسمي هذا طالع صعب وهذا طالع نحس، وذاك مترقب للأبراج يعلق عليها نجاحه وفوزه، وآخر بالشهور والأيام، وباقي بالأعداد والأجوال، وهلم جرا حتى إنه قد لا يسافر ولا يتزوج، وقد يعطل بعد أعماله تتيرا وتشاؤما. فسبحان الله، عباد الله، جل الله تعالى عما يشرك به المشركون علوا كبيرا. قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ثم اعلموا رحمكم الله ان الله تبارك وتعالى امركم بامر عظيم، الا وهو الصلاه والتسليم على النبي الكريم. فقال في محكم التنزيل: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وانعم وبارك على محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه اجمعين، وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا بالإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسرون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هي عن صلاة حي عن الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله